مشاهدات نفسنا ورجعنا لكم مرة تانية. وإحنا دلوقتي في فقرة الضيف، وضيفنا النهاردة هو ممثل شاب درس التمثيل واشتغل مع نجوم كبار جدا، وكمان اشتغل في أعمال مهمة جدا. ضيفنا النهاردة هو الممثل الشاب حسام فارس. مساء الخير، معك حسام فارس. يا رب أبقى ضيف خفيف عليكم النهاردة. أنا ضيف حلقة نفسنا، وربنا يستر من اللي هيحصل جوه. أنا عن نفسي بحب عدة ستات جدا، عادة زي الفل، عادة رجالة، عاد مع أصحابي كل يوم وشي في وشهم، بس أنا بحب عادة ستات جدا زي الفل. نفسنت الستات بيحصل منها مشاكل كتير جدا، يعني سي لو إحنا في حفلة، لو ست دخلت لابسة فستان شبه فستان واحدة تانية ممكن يحصل مصايب، ممكن واحدة تسيب الحفلة وتمشي. الراجل لو لابس في الحفلة تي شيرت شبه التي شيرت بتاع حد تاني، فممكن يتكلموا انت جاي بدعم منين، فانا شاري من هنا، طب ده انا زي، طب تمام يا مان زي الفل عدت. لكن الستات نفسنا ستات صعبه قوي، يعني الستات اللي جوه كويسين، بس ربنا يسترهم من فكره النفسنا وبرنامج نفسنا ده، ربنا يسترها وعدي على خير. انا قلقان منهم بصراحه. جاهز لنفسنا، يلا بينا. يا أهلا بيك. ازيك يا حسام؟ ازيك يا أميرة؟ عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. قولي بقى، يا أول سؤال هسأله لك، لما بتبقى في مسلسل أو في تصوير وتقعد كتير قوي في المسلسل، ايه كتير؟ كتير وقت طويل، تمام؟ بتكلم مراتك في التليفون تطمن عليها ولا لأ؟ ده سؤال جميل جدا. أكيد بتصل عليها تطمن على البيت طبعا. كم مرة؟ لا ما اعرفش، بس يعني اكيد مره ممكن، يعني عشان لما بيحصل لو في حاجه ضروري، بس انا في التفصيل في تصوير ببقى فاصل خالص عن البيت، بس لازم اتصل لو في حاجه في البيت اطمن الدنيا ماشيه ازاي. طب هي بتشوف ان انت مقصر ولا لا؟ على طول شايف ان انا مقصر طبعا. بتتخانق معاك؟ اكيد طبعا. ليه؟ طب بتشوف ان انت مقصر ليه؟ عشان انا في تصوير ولا في، يعني انا موجود في تصوير ولا مش في تصوير، حاجه كده يعني. دي غيره يعني على طول. وشك. ايوه دايما دايما. لا يبقى اكيد شافت حاجه. لا خالص اطلاقا، عمر ما اتمسك على اي حاجه، انا زي الفل. مش زي الفل، مش عمري ما عملت حاجه. لا عمر ما، انا مش زي الفل، مش كده. كل راجلك الشطاره اللي ما يتمسكش عليك حاجه. انا تمام جدا. انت تمام؟ ده انت تمام جدا. ايوه انت تمام جدا. الرجاله بينفسنوا على بعض؟ طبعا في شغلانتنا لازم، يعني بس النفسنه بتاعت الستات مختلفه جدا عن الرجاله، واصعب. فالرجاله لما بينفسنوا على بعض الموضوع بيتلم بسرعه، يعني انا هحكي لك حكايه حصلت معايا في يوم من الايام. انا عملت حادثه بالموتوسيكل بتاعي في 2013، وقعت في نفق الازهر وركبت شريحه ومسامير في دراعي ده. ففوجئت، كنت انا ماضي شغل ومش هقول اسامي لانه اتعمل بعد كده المسلسل ده ونجح، بس كان في ناس تانية اللي عمل دوري، زميل اخر قام بالدور مش انا. جه حد من صحابي زارني في المستشفى قال لي حسام انت لازم بعد ما تقوم من الحادثه لازم تشتغل اي حاجه، يعني ان شاء الله ما يجي شغل كويس. قال لي لا اشتغل اي حاجه عشان ما يتقالش في السوق. اتقال يا هدي اتقال ده، ما هو قال لي ده ليه؟ اقسم بالله انا عايز اقول لك، انا عملت، هو كان الجبس هنا وشويه خدوش وشروخ والكلام ده بتاع الموتوسيكل، حاجات بسيطه. فجه صاحبي ده حد حبيبي جدا قال لي حسام انزل اشتغل. قلت له انا عايز افهم فيه ايه؟ قال لي مش هقول لك. قلت له لا اقسم، لا تقول لي. كنت في المستشفى، قال لي كنا قاعدين في قعدة شغل والمخرج وحد كان نفسي اشتغل معاه في دور مهم جدا رشحك فيه، فحد من صحابك صاحبي ده كان عندي قبلها في المستشفى بيوم، قبلها بيوم كان عندي في المستشفى، وقمت اتكلمت معاهم، بس ده متعلق علشان ده اللي فيه الشريحه. وقلت له ان شاء الله اول ما افك الجبس كمان، يعني لان هو هنا العمليه ففي حاجات اسمها كبيره اللي هي بتمسك الدراع، هفكها بعد 15 يوم وهتعامل وبمشي واتعامل، بس مش هشيل على ايدي الشمال دي، مش هشيل حاجه يعني، بس انا تمام يعني زي الفل. ما فيكش حاجه تقريبا خالص. انا بقول لك قمت قابلته، يعني قمت بتحرك معاهم في الاوضه في المستشفى. فده راح قال ايه بقى الزميل الجميل ده ربنا يسهل له، قال له استاذ حسام فارس مش هينفع يعمل الدور. فقال له ليه يا ابني؟ ده عمل دور الملك فاروق في نازل جميل ومش عارف ايه، وانا عايزه يعمل الدور ده هو هيعمله. قال له يا ريس ده انا رحت له امبارح المستشفى، ده قاعد في بدله جبس وقدامه 4-5 سنين على ما يقف على رجله. اقسم بالله يا ساتر يا رب، 4-5 سنين يا ابني ده نسفت. ايه ده يعني؟ خلاص انا عارف عبد المشلول في الاوضه. قال لي اقسم بالله فلان يا ابني ده كان عندي امبارح والراجل جه زارني وكان هيعيط يعني. فالنفسانه بتاعت الرجاله في الشغلانه وحشه قوي، صعبه جدا. مين بقى اللي كنت انت تشوفه زمان في السينما وتحس ان هو بطل، بس هو ما كانش بطل، ما كانش اسمه الاول مثلا؟ لا في، هو السؤال طبعا زي الفل، بس محمود مرسي حاسس ان هو ما خدش حقه. طبعا محمود مرسي ده من الناس اللي انا كنت بحب تون صوته وبحب رياكشناته،
عارفه انت لما تتفرجي على حد مالي الكادر كده، محمود مرسي المفروض كان يبقى في حته تانية خالص اقوى من دي، وبيمثل ببساطه، والمليجي بتاع البساطه، والمليجي المفروض كان يبقى في حته اقوى من كده كتير برضه. بس المليجي مثل كتير يا جماعه، سؤالي فجاه نطيتي فجاه بتطفي، احنا بنجود يعني بنعلي على السؤال. اوكي كويس، واصل انت قلتي السؤال كمان وما اهتمتيش، كملي. لا انا بفكر في جد يعني. حد قال لك ان شبه محمود مرسي؟ شبه محمود مرسي ده هايل يا ريت. حد قال لك؟ لا 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 ما حدش قال لي شبه محمود. قالت لك مرسي يا سلام. التوبيك بتاعنا النهارده كان نصايح للزوج والزوجه قبل ما يتجوزوا. تدي نصيحه ايه؟ ما بلاش انا في الاسئله دي، ابوس ايدك. لا والله لا، خليها تبقي ما عايزه اطلع بعد كده. خليها ايه نصيحه للست قبل ما تتجوز ونصيحه للراجل قبل ما يتجوز؟ نخش على الراجل الاول المسكين الطيب الغلبان. هو ما تتجوزش، ما تستعجلش في الجواز. ما تتجوزش خالص. لا 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 اوكي. بصي، هو اللي قال شر لابد منه ده راجل برنس، ده سنه الحياه، لازم تتجوزي وتخلفي علشان عندك اولاد، اللي هي الطف حاجه في الحياه. لكن الجواز ده ما بكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن الناس كلها. ايوه عشان انت بتنصح انت بتنصح دلوقتي الرجاله. الرجاله لما تتجوز، اتجوز واحده بتحبها قوي وتكون بتحبك اكتر ما انت بتحبها، علشان هتعمل كل حاجه عشانك. اوكي. ولو انت متخيل ان لو في الخطوبه في عيوب او ديفوهات في شخصيتها، فانت وقت صايع قوي هتغيرها بعد الجواز. مش هتتغير. صح، محدش بيتغير. هيضحك عليك في الخطوبه هتبقى لطيفه قوي وجميله واول مصحف، اقسم بالله. انتوا في الخطوبه بتبقوا انا هقول لك، ما احنا احنا كده. بصي انتوا كده؟ ايوه والله. هطلعك على فكره. والله الله والمصحف. انتوا بتبقوا كده في الخطوبه؟ لا والله لازم تطلع. قلت انا هسجل لك وسمعه لجوزك. هو على فكره احنا بنطلع في التلفزيون والناس كلها بتشوفنا. تمام. انا خليه واظب بقى على الحياه عشان يشوفها. ثواني يعني. اتفضلي. الرجاله ما بتمثلش في الخطوبه ده بجد؟ طب انا امثل ليه؟ انا امثل ليه؟ اللي يخليني امثل. ما بتمثلش. لا امثل ليه؟ لا الستات انت رهيب. اميره اقسم بالله ابدا. الستات عندها دوافع كتير تخليها تكذب عشان تتجمل. الراجل عشان تستمر في الخطوبه للجواز. وعشان تستمر في الخطوبة. لكن الراجل يعني انا كده عاجبك عاجبك ابسط. لا مش للدرجه دي، بس احنا لو في حب بجد هنبقى لطاف. مفيش رجاله بيقعد عامل راسم دور مش موجود لحد ما يتجوزها وبعد كده يغير. ما هي الدنيا مختلفه، الناس كلها مش شبه بعض. الراجل داخل الجواز دافع وغرمان، وهي مش غرمانه دلوقتي. لا 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 لا، هي مش غرمانه حاجه، هي مش غرمانه حاجه. على اساس ايه دلوقتي الراجل لما بيدفع مهر هي بتفرش؟ لا معلش، اصل ده عرف ومعروف في الطبقه اللي انت بتحبي تتكلمي عنها. ماشي، في الطبقه اللي انت بتتكلمي عنها دايما وبتحبيها، الراجل لو دفع مهر هي بتفرش، لو ما دفعش مهر كل حاجه بتتقسم بالنص. يعني التفاصيل دي سهله، التفاصيل دي كلها تعدي. هو مش محتاج يمثل عشان هو داخل الجوازه، هو غرمان فيها كتير، فهيمثل ليه؟ هيتجمل ليه؟ هي محتاجه تتجمل قوي عشان تكملها. طب نصيحتك للست؟ نصيحتي للست ان انت في نفس الوقت اتجوزي اللي انت بتحبيه، لان انت طبعا الستات ليها مقاييس كتير غير الرجاله. في ست بتبقى عايزه تتجوز راجل معاه فلوس علشان يجيب لها كل الحاجات اللي هي بتحلم بيها، ومثلا سي جوز راجل كبير. انا بس مش مشكله، ممكن تعدي ده علشان هيجيب لها كل التفاصيل اللي هي بتحبها. وهيموت بقى وتورثه. يا نهار اسود، انت موتيه. مش بقول لك والله جبابره يعني، فكرت في ثانيه هيموت وهتورثه. انا بقول اللي انت بتقوله عشان انا بشوف ناس بتعمل كده. ما هو ده موجود. انا بقول لك في انواع كتير جدا. ما هو الموت ملوش علاقه بالسن. ايوه، استرها علينا يا رب. اللي هو يمكن الفكر ما بيموتش يعني، بيفضل قاعد على قلبها طول العمر. بس هتبقى يعني مستمتعه بالفلوس، بس هتبقى في كبه. نكمل بقى بعد الفاصل. اوكي اتفضل. انا بس عايز اسالك، انت داخل حاجه رمضان ده؟ الراجل قلبه كبير جدا يا جماعه. والله جدا. عارفه. أيوة. برج الاسد ويبقى طيب. اكتر حاجه بيحبها في حياته الستات الحلوه اطلاقا. ما تقوليش كده. يا راجل والله. على فكره اكتشفت ان وجودك بيبوظ الستات. الست بتتحول الى فامباير والله العظيم. ده كله وانا عارف. ده حقيقي. والله اي ست يعني ممكن تبقى لطيفه وقمر وجميله وبتاع، ساعه المذاكره يا دي يا حاجه. والله العظيم بتتحول. بعد الفاصل ولسه قاعدين بنكمل حوارنا، وانت كنت عندك سؤال بتجاوبه. نصيحتك للمقبلين على الزواج الستات. الستات برضو ما تستعجليش، ونصيحه بقولها اتجوزي اللي انت بتحبيه قوي واللي انت عندك استعداد تقفي جنبه وتستحمليه وتستحملي غلسته، لان الراجل بيبقى في اوقات غلس واوقات بيبقى راجل نرجسي وحاسس ان هو حد مهم. فلو ست عاملت الراجل ان هو بيبي ابنها، الجوازه دي هتنجح جدا وهتبقى بس لازم بجد تحس ان هو ابنها. مش لازم الست تفضل ند للراجل. مش لازم الست على طول صوتها عالي. مش لازم يبقى في مشاكل بينهم.
حتى لو الراجل اكبر من الست بخمس ست سنين بعشر سنين برضه هو ابنها. لو الست عرفت توصل للراجل ان هو ده بيبي، لان الراجل مهما كان. طب بيبي بيتجوز ليه يعني؟ مش ايه ده، بقولك بيبي تتعامل معايا ماما ان هي ان هو البيبي بتاعها يعني ان هو بيبي يقعد في حضن مامي يعني بس ما يتجوزش. ما هو راجل يا امي. هو لا هو مش راجل، راجل جدا جدا اقسم بالله. لحظه واحده بس، انت فاهم مش فاهمه اللي انا بقوله؟ تعامله زي البيبي. ليه تعامله زي البيبي اللي هو زي كانه ابنها تطبطب عليه؟ ممكن يبقى هو عامل كده وجاي متضايق. حنيه يعني، حنيه تطبطب تاخده على قد عقله، بس مش كل حاجه يقولها فتقف تعمل بكر قدامه. لا فمش عارف ايه، لا انا هعمل كده. فالموضوع هيتحول لخناقه في الاخر. وهنوصل يعني هي لازم تحتويه في حتت وهو هيحتويها طبعا. هو راجل، هو راجل راجل قلبه كبير جدا يا جماعه والله. جدا وبيحتوي ناس كتير قوي والله العظيم. ومراته بالنسبه له بيحتوي ناس كتير قوي. برج الاسد اصله، هو برج الاسد ويبقى طيب. اكتر حاجه بيحبها في حياته الستات الحلوه اطلاقا. ما تقوليش كده والله والله. بس هي تحتوي، هي تحتويها برج الاسد. انتوا لو بتموتوا في المستشفى ومريض بامراض الدنيا كلها ودخلت عليك ست حلوه هتقوم تنط من السرير. ما تقوليش الكلام ده يا راجل. لا ما تقوليش الكلام ده، مفيش الكلام ده. لا انت عارفين الكلام ده كويس صح ولا لا؟ يعني وانت لابس الباب لو دخلت واحده قمت وجريت؟ حصل كتير. طيب والله العظيم شفت ده فعلا، والله ده حصل فعلا. طيب بغض النظر عن انت بتحب الستات، ولادك بقى عندك ولد وبنت، هو قاعد عليكي ولا ايه؟ على فكره انت اللي قلتي لي اسالي السؤال. لا انا ما قطعتش خلاص. انا كنت بسبح عمال اقول يا رب يا رب يا رب. خلاص اوكي اتفضلي كده يعني. اتفضلي انت سالي المايك معاكي. قول لي بقى مين دفعتك او مين من اللي وسط انت اكتر متجاوب معاهم، اصدقاء يعني؟ دفعتي في المعهد صحابنا هم من واحنا في المعهد لحد وقتنا هذا. احنا بنتقابل في الفصل عند واحد صاحبنا، فاحنا متواجدين على طول عنده. لو احنا ما عندناش تصوير واحنا فاضيين في الوقت احنا فاضيين. احنا كل يوم مع بعض، كل يوم مع بعض. اللي هم الدفعه بتاعتك؟ احمد صفوت، شريف سلامه، عمرو القاضي، احمد هاني، حسام الشاذلي، تامر يسري. مش عايز انسى حد، بس هي الدفعه بتاعتنا كلنا، قبلنا بسنه بعدنا بسنه احنا كلنا مع بعض. احمد عبد الهادي، مش عايز انسى حد من صحابنا، بس احنا تقريبا محمد رضا، احنا كل يوم مع بعض تقريبا. طيب ابنك وبنتك بقى بتعمل لهم ايه وبتقضي وقتك معاهم ازاي ومديهم وقت ولا لا؟ طبعا مديهم وقت. هو اهم حاجه عندي في اختراع الجواز بجد والله الاولاد. يعني اجمل حاجه، انا اتجوزت وانا صغير جدا، انا اتجوزت تقريبا وعندي 25 سنه. ف مايا وسيف عندي اهم حاجه في حياتي بجد والله، بحبهم جدا صحابي. وبعدين انا ما بعرفش للاسف اعمل عليهم اب. يعني ساعات مامتهم وهي بتذاكر لهم وموضوع المذاكره الست بتتحول الى فامباير والله العظيم. ده كله وانا عارف. والله اي ست يعني ممكن تبقى لطيفه وقمر وجميله وبتاع، ساعه المذاكره والله العظيم بتتحول تبقى قمر وجميله ساعه المذاكره، اللي هو نهار اسود. اوعى تضايقها دلوقتي. لو انت بقى جربت تذاكر لهم مره هتتحول برضو. حاولت. لا قدرت؟ لا. طيب شفت؟ لا لا لا، في غباء يعني. ممكن تبقي انت بتذاكري لحد وفهمتيه وهو معاكي. يعني انا عندي سيف كده، تقعدي تفهميه فاهم ومركز جدا ومبسوط ان انا بذاكر له، لان انا هو اصحاب، انا ما بعرفش اعمل عليهم اب يعني. واذاكر له خلاص وتمام وعملنا الدرس زي الفل وفاهم. فاجي بعديها بخمس دقائق، يلا سيف نراجع السؤال اللي احنا حفظناه كذا. يا حبيبي اللي احنا من خمس دقايق اللي هو وعملوا الموضوع لعبه. يا نهار اسود، لا الموضوع صعب يعني الله يكون في عونك. شفت بقى هي بتتحول ليه في الاخر؟ ما بس انا ما بقدرش اتحول. كان نفسي الفقره تبقى اطول من كده عشان نلحق نسالك اكتر ما نرغي مع بعض. بس للاسف على فكره امينه اللي هتختم كمان. حسام نورتنا. صلى على النبي. انت والله مبسوط معاك. صح يا شفا. وانا حاسس ان ما حصلش مشاكل. انا مبسوط ان ما حصلش مشاكل. لا كل دي حاجات بسيطه. لا ده لطيف ان انا شفت فيه حاجات. لا 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 ما تقوليش كده، انتوا لطاف، انتوا كويسين يا جماعه، انا مبسوط بيكم. على فكره اكتشفت ان وجودك بيبوظ الستات. لا والله العظيم. يعني بص برضو عملوا قلق. مش مريح مع الستات انت. نورت نفسنا. حبيبتي نورت الدنيا والله. ويا رب اللي جاي يكون احسن. ان شاء الله. انا بس عايز اسالك، انت داخل حاجه رمضان ده؟ في مسلسل رسائل مع استاذ ابراهيم فخر. بطوله مي عز الدين وخالد سليم ومجموعه كبيره جدا. ده رمضان. ده رمضان. وعايز اقول لكم المسلسل مكتوب كويس قوي وفي خطفايه للناس. لان بيتكلم على في حتت كده فيها باراسايكولوجي وحاجات، فهيخطف الناس. مش عايز اتكلم عن تفاصيله بس بجد. واستاذ ابراهيم فخر مخرج بيحب شغله قوي ودقيق قوي في شغله، فان شاء الله هيطلع مسلسل كويس ان شاء الله. مبروك مقدما يا رب. العقبال اللي جاي كله يكون يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا لغايه هنا خلصت فقرتنا وحلقتنا، لغايه ما نشوفكم في حلقه جديده. بونوي.
اما تتكلمي على طول. مش انتوا بتبقوا كاتمين على انفاس يا ساتر يا رب. يا ستي شيل ده من ده يا ارتاح ده عن ده. والله يا لا نكتم عليكي ولا تكتمي علينا. احنا ما اشتكيناش. انا اشتكينا خالص. اشتكينا. انا مستبد. شفتي الصراحة بقى راحة. انتي قلتي انا مستبد. ايه بس هي ليه تقولي انتي تقولي كده؟ اي حد يقولك ليه هبلة انتي ان شاء الله. يعني ايه مستبد؟ مش هروح فرح بنت اختك. معلش يا بابا. وخلي بقى المعازيم ياكلوا وشك. شوف والله العظيم يا رب. وتقول لهم بقى انا زهقان منها وهطلعها عشان افضحك بقى فضيحة بجلاجل وسط عيلتك. تشتكي على طول. شفتيني فين يا بت؟ مقصوفه الرقبه دي. ما هو ما انت كنت من شويه عماله تقولي ويه والفيزيت ايه وبيصرف ايه. طول ما انت قاعده بتلتلتي في الكلام ومش عاجبك حاجه. انت عملت الجزء الاول من مسلسل كبريت احمر، ما عملتش الجزء الثاني؟ كبريت خلف. انا ما بحبش خفيف بقى. طب ما عنده ولا عشان خاطر انا يا جماعه الحلقه بالنسبه لي لطيفه جدا الحمد لله. انا كنت قلقان منهم بصراحه، والنفسنا نفسنا على بعض شويه. انتصار قفشت في اميره لانها كانت سالتني اكتر من سؤال، فانتصار كانت هتعضها، بس الحمد لله الحلقه عدت على خير. وان شاء الله نتقابل في حاجات تانية ان شاء الله، يبقى خفاف عليكم على طول. وكانت حلقه زي الفل بصراحه، تمام جدا.